السلام عليكم، معكم نبيل بريكو تولز. الفيديو ديال اليوم غادي نبداه بواحد الموضوع المهم اللي كيتعلق بهادو اللي كيتسموا لي زاباطون ديال لي تواليت، تواليت انجليز، يعني التواليت اللي كنسميوها روميه. لي زاباطون هما هادو جلسات فيهم واحد اختلاف كبير، لان التواليطات اصلا فيهم دي فورم مختلفين وفيهم عبارات مختلفين. نبداو مثلا بهاد لاباطون بحال هادي، كيف كتلاحظوا باش كتلصق في الكوفيت عندها هاد لي دو فيكساسيون، كاين واحد العبار بيناتهم. هاد العبار بيناتهم بعض المرات كيكون مختلف، يعني تقدر تكون عندنا مثلا بيناتهم 12 سنتيمتر، تقدر تكون 15، تقدر تكون 18. كاين هاد لي فيكساسيون فيهم ان جو ديال 3 سنتيمتر، يعني بلوز او موان 3 سنتيمتر اللي كتعطينا باش انه لاباطون كما كان يقدر يركب لينا في لي فيكساسيون اللي كيلصقوا في الكوفيت. نبداو الجوله ديالنا بهاد لي زاباطون اللي درنا هنا. كاين هاد الموديل هذا كيف كتلاحظوا ديال لي زاباطون، هذا خاص بالدراري الصغار، عندهم هاد لابارتي، هاد لابيس زايده ملي كيبغيو يجلسوا مثلا الدري الصغار، هي كتلصق هاد لابيس هنا. ملي كيكون الدري صغير كنهبطوا هادي. هاد لاباطون كيف كتلاحظوا عندها هاد لافورم هنايا غاديه مقاده، وهنايا كاين واحد الدوره هنايا. كاينه هاد لاباطون اللي هي تقريبا كلها دايره بالنسبه لي كوفيت اللي هما صغار، هادي ديال العود. كاينه هاد لاباطون هادي حتى هي عندها واحد لافورم خاصه بلي طواليت اللي كيكونوا شي شويه لي كوفيت عندهم طوال شويه. كاينه هاد لافورم كذلك، هادي مايله من هنا ومايله حتى من هنايا. كاينه هاد لافورم هادي حتى هي طويله شويه وغاديه بواحد الميلان، كيف كتلاحظوا بحال كتولي بحال البيضه، بحال اوفال. كاين كذلك هاد لاباطون هادي حتى هي وطويله شي شويه على هادي اللي قبل منها. وكاينه هاد لاباطون كذلك اللي عندها هاد لافورم وعندها هاد لانكلينيزون هنايا. هنا بغيت نهضر لكم على واحد لاباطون، واحد النوع خاص، اباطون ايكيبي بوضايه، يعني اباطون وداخل فيها سيستيم ديال الوضايه. لاباطون هي هذه كيف كتلاحظوا، ركبناها في طواليت ستوندار عاديه كتركب في جميع لي طواليت، حتى هي عندها الريغلاج ديالها كيف تقدر تركبها في اي طواليت كما كانت. امورتيسابل عندها هذا لو سيستيم هذا، كيفاش انه عندها، هي عندها انفليكسيبل خارج من لاباطون، انفليكسيبل كيمشي لاليمونطاسيون ديال الماء، نقدر نأليمونطيها بالماء بارد وسخون، يعني يكون عندنا خلاط الماء بارد وسخون. هنا مثلا ملي كنبغيو نطلقوا عندنا هاد لاتوش كنبركوا عليها، كتخرج لنا واحد لاتيج وكتطلق لنا الماء في هذا الاتجاه هذا. هنا كنوقفوها كنديروها سيو زيرو، كتوقف كيرجع داك لاتيج بلاصتها. مثلا بغينا نبدلوا الاتجاه ديالها كنمشيو للاتجاه الثاني اللي هو هذا، كتطلق لنا الماء في الاتجاه الثاني. هنا كنسكتوها كترجع بلاصتها. هاد لاباطون الثمن ديالها كدير 650 درهم، يعني كنهضر لكم الثمن ديال لاباطون اللي هي ايكيبي بالوضايه 650 درهم. هادو واحد الكراسه اون بي في سي خاصين بالحمام. هاد الكرسي هذا العرض ديالو، عفوا الطول ديالو كيدير 38، هنا 29، في العلو كاين 41 اونص. الثمن ديالو كيدير 185 درهم، هذا فيه ثمن بروموسيون. بالنسبه للثقل كيتحمل 130 كيلو ديال الثقل، فيه اللون الابيض وفيه هاد اللون اللي هو مارون، وكيتحمل كذلك الاشعه فوق بنفسجيه. كاين هاد لي بواط اللي هما ايزوتيرم، يعني هاد البواطه عازله للحراره، فيها هاد الجيب هذا وفيها واحد الجيب هنا اللور تيكون هنا، فيها اربعه ديال البواطات. هاد البواطات اللي هما كنقولوا اليمونتير، يعني ديال الماكله، وكيدخلوا في الميكرووند، عندهم هاد الغطايه اللي هي سوبل. هادي الثمن ديالها كيدير 185 درهم، يعني لو ساك بالبواطات ديالو. كاينين في هاد لاطاي وكاين في هاد لاطاي الصغيره اللي هي هادي، بعد ما كنحلوها هاد لاطاي هادي كدير 115، يعني البواطه بالساك ديالها فيها بواطه بحال هادي حتى هي اليمونتير، وكتدخل في الميكرووند، فيها هاد الجيب هذا لداخل، فيها هاد اللوينات، فيها هاد اللون الاحمر، فيها هاد اللون البيض، فيه الكحل، فيها هادي الكحله، هادي اللي في المارون، كاين هاد اللوين اللي فيه نجيمات، كاين هاد الصفر هذا. الثمن ديالهم قلنا كيدير 115 درهم. هادو واحد المجموعه ديال لي غري دايراسيون اللي كيداروا للتهويه، كيف كتشوفوا عندهم هاد مثلا هادي عندها 25 سنتيمتر على 20 كدير 43 درهم، عندها الشبكه في الظهر ديالها، فيها ثلاثه ديال العبارات في هذا النوع هذا. هادي كتعاون حتى في بعض المرات كنغطيو العيب، كتصلح حتى في لي شوميني، كتجي في لي غين دايراسيون كتغطي لنا مثلا شي عيب بعض المرات كيكون في الحيط كنحتاجو باش نغطيوه كنديرو هادي. كاين هاد العبار ديال هذا، وكاين هادي العبار ديال 10 على 10، عفوا 15 على 15، هادي كدير 32 درهم. وكاين هاد العبار هذا اللي فيه 20 على 20 كدير 38 درهم.
كما انه كاين واحد المجموعه اخرى في عبارات مختلفه. هادو درنا لهم ثمن ديال 30 درهم الوحده. كاين هذه اللي فيها 34 على 10، كاين هذه اللي مذهبه كاين العباره 20 على 10، كاين هذه كذلك فيها 34 على 10، هذه درنا 40 درهم. كاين هذا العبار وكاين هذا العبار، هذا هادو بجبيهم العبار ديالهم فيهم 15 على 28، هادو درنا لهم 45 درهم. هنا كنتواجدوا هنا قدام هذا البريزونطوار اللي هو درنا فيه لي زاكسيسوار لي بار دابوي اللي كنسميهم لي بار دابوي، اللي هما كيقوموا بمساعده بالنسبه للناس اللي كيقوموا عندهم صعوبه باش يقوموا بعمليه الوقوف او عمليه الجلوس. ندير واحد الجوله عليهم. كاينه هذه اللي هي انكليني بحال هكا، عندها هاد لابارتي فيها بورت سابونيت كدير 280 درهم. كاينه هذه اللي هي لينيير كدير 178 درهم ديال 60 سنتيمتر، وديال 30 كدير 120 درهم. كما انه كاينه هذه اللي هي كتفيكسها في الحيط عندها هاد لي روزاس وكتفيكسها في الارض، هذه 780 درهم. الجديد هو هذا، هذه اللي هي عندها واحد لينوكس مات، عندها البارتي فين كتلصق البابي جينيك، هي بليابل كدير 720 درهم. كنطلب منكم انكم تلايكيو لاباج بريكو تورس فيسبوك، كما انه يمكن لكم تابونوا معنا في لاباج انستغرام اللي كنديروا فيها لي فوتو ديال السلع اللي كنخدموا بها، كما انكم يمكن لكم تتبعونا في يوتيوب. بريكو تورس كتواجد في مدينه القنيطره، بالضبط في المدينه العليا، المدرسه ديال حمال فطواكي. كاينه واحد الجريده سميتها الجريده دلا فيلوط، هي معروفه. حنا كنتواجدوا بالنسبه للمحل برينسيبال اللي هو بريكو تورس، المحل الكبير المعروف كيتواجد على بعد 20 متر من هذه الجريده، كما انه المحل الثاني اللي هو خاص بالروفيتمون ولابياج، كيف كنقولوا الروفيتمون يعني التغلاف، باركي، الكازون، لي فينيل دو سول، لي بابي بان، لي ستور، كاين بزاف ديال المنتوجات كاينه تما. كيتواجد هذا المحل على بعد 120 متر. هذا الرقم ديال بريكو تورز وديال بريكو تورز ديزاين، وراه غيبان لكم على الشاشه، فيهم خدمات الواتساب. والى اللقاء القادم ان شاء الله.